خلال حلقة الليلة ومن ضمن العناوين الكتيرة اللي محضرينا رح نتوقف مع شخصيات فيديو أول حالة إصابة بالمخدرات الرقمية بلبنان، ولكن قبل مننتقل إلى العنوان الأول وهو مناظرة شبابية حول تأجيل استحقاق الانتخابات العامة. هالقرار متوقع أنه يصدر بكرة عن مجلس النواب اللي رح يعقد جلسة عامة ويصوت على اقتراح قانون معجل مكرر يقضي بأنه يمدد النواب لأنفسهم إلى حزيران 2017، يعني سنتين وسبعة أشهر جديد. الغريب بهالمناظرة الشبابية الليلة هو أن الأولى من نوعها على شاشات التلفزيون، على الرغم من الكم الهائل للبرامج الحوارية، وعلى الرغم كمان من أنه هالموضوع يشغل اللبنانيين من أشهر طويلة. هل هو عدم اهتمام بموضوع الانتخابات من أساسه؟ هل هو يأس من موضوع الانتخابات؟ أو هو تغييب لصوت الشباب بما أنه النتيجة معروفة سلف؟ بترك الجواب لكم، وبهالوقت بعرفكم على ضيوفي بهالمناظرة. برحب بمروان معلوف، عضو مؤسس بمجموعة من أجل الجمهورية، أهلا وسهلا فيك. سامر العبدالله، مدير البرامج بالجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات وناشط في الحراك المدني للمحاسبة. برحب أيضا بضيوفي من الجهة الثانية، وسام شبلي، منسق عام قطاع الشباب في تيار المستقبل، أهلا وسهلا فيك. برحب بأحمد مهدي، أمين عام منظمة الشباب التقدمي، وأيضا بمحمد سيف الدين، مسؤول الشباب والرياضة المركزي بحركة أمل، أهلا وسهلا فيك. رح بلش من عندك محمد. أكيد قرار التمديد يعني يبدو 100% سيصدر غدا، وهذا القرار وكأنه لا أب له ولا أم، يعني الكل عم يجرب يتنصل منه، والكل عم يعتبره أنه هو الكأس المر اللي لازم لبنان ياخده. هل أنت برأيك هو أفضل الحلول المطروحة اليوم؟ وليش تؤيد أو لا تؤيد هذا القرار؟ نحن بالبداية كموقفنا ضد التمديد. تغير هذا الموقف مع وصول الأمور إلى لحظة صرنا قدام خيارين: إما تجرى الانتخابات بغياب مكون أساسي لبناني وهو تيار المستقبل الذي يمثل أكثرية سنية في البلد بحسب الواقع، وإما أن لا تجرى الانتخابات ويتم التمديد. اليوم نحن خيارنا بالأساس ما كان مع التمديد، ولكن أمام هذا الواقع وأمام غياب مكون رئيسي عن المجلس النيابي نحن ما بنقدر نخاطر بموضوع الميثاقية. موضوع الميثاقية بالنسبة لنا وبالنسبة لدولة الرئيس نبيه بري هو موضوع أساسي وحساس، لا يمكن السير بانتخابات ليس فيها مكون أساسي لبناني. اللي هو بهالحالة عم بتقول تيار هو بهالحالة تيار المستقبل طبعا. وتعتبر هو المسؤول عن تأجيل الانتخابات؟ مش بالضرورة يكون هو المسؤول، اليوم عم بحكي نحن عم نوصف الواقع، اليوم نحن كحركة أمل غيرنا موقفنا بناء على غياب مكون أساسي عن الانتخابات النيابية اللي كان مجمع إجراء. وسام. انتوا الحق عليكم بموضوع الانتخابات. نحن خربين البلد، يعني بلشنا دواعش بعدين انتقلنا متطرفين، عم نتطور مع الوقت، بس الاحداث والايام عم تثبت انه تيار المستقبل هو ضماني لهذا البلد، لاستمراريه هذا البلد، للعيش المشترك بهذا البلد. بموضوع الانتخابات، بموضوع الانتخابات ما فينا نطلع للتمديد بكره بسياق منفرد نحط بس نقول بكره التمديد، هو جاي من سياق استمراريه وتراكم سياقات مختلفه. هذا التمديد الثاني اللي بده يصير، مش التمديد الاول، وبالتمديد الاول يعني تقريبا معظم الافرقاء كانوا ماشيين بالتمديد الاول لاعتبارات لها علاقه بالامن، لها علاقه بالاحداث اللي عم تصير بالمنطقه، البركان اللي حاصل وتداعياته على الوضع اللبناني. اليوم بتصور يعني الاحداث عم تتطور ما عم تتراجع، يعني الأسباب الموجبة اللي كانت موجودة بالمرحلة الأولى اليوم ما زالت قائمة، بالعكس عم تكون أكثر وأكثر يعني تداعياتها على الوضع السياسي القائم. للأسف القصة عم يعني اليوم بعض المواقف عم تكون في مزايدات إلى علاقة بالجمهور، ما إلى علاقة فعليا بحقيقة الموقف من التمديد، لأنه حصل في المرة الأولى. تنصل محمد من الموضوع أنه اعتبر أنه تيار المستقبل هو السبب، هل تعتبر تصور موقف الرئيس بري اليوم رئيس بري من موضوع التمديد واضح والقوى السياسية واضحة ما في حدا؟ واليوم أنا بدي كمان أثني على الموقف اللي طرحه الحكيم سمير جعجع
على بموضوع المبادرة اللي طرحها وربطها بانتخاب رئيس جمهورية، ونحن كمان نفس الشيء عم نقول رئاسة الجمهورية. يعني اليوم المؤسف أنه تيار وطن الحر اليوم الجنرال عون بعد البيان اللي طلعوا بعد الاجتماع الكتلي بيقول انه خلينا نروح نعمل انتخابات نيابيه، مش مزبوط انه رايحين على فراغ. طيب ما نحن اذا 128 نائب ما عم بيقدروا يجتمعوا لينتخبوا رئيس جمهوريه، كيف بدك تقدر تجمع الشعب اللبناني بهذه الظروف الصعبه بهذه الاستحقاقات اللي هالقد خطره لتعمل انتخابات؟ ومع هذا وكله نحن قلنا نحن انتخابات رئاسه الجمهوريه اولا ومن ثم بنروح على انتخابات نيابية. ونحن بالعكس نحن مع اللعبة الديمقراطية، مع اللعبة الديمقراطية للآخر، وكل مواقفنا منسجمة وكل حراكنا ومسيرتنا وسياساتنا منسجمة مع هذا أحمد. السؤال اللي عم نطرحه على المشاهدين ليشاركوا بالاستفتاء العام اللي عم نجريه عبر zavenonline.com هو: هل تتفهم ظروف التمديد لمجلس النواب؟ أنت لماذا تتفهم؟ نحن بنتفهم ظروف التمديد لمجلس النواب لأن نحن قدام خيارين، هو الخيار السيء اللي التمديد لمجلس النواب، والخيار الأسوأ اللي هو الفراغ. اليوم نحن ما قادرين نعمل انتخابات نيابية علما بأنه نحن كحزب تقدم اشتراكي كان كل مرة بينفتح باب الترشيح للانتخابات النيابية بينزلوا مرشحين يحطوا ترشيحاتهم، ونحن مع إجراء الانتخابات ولازم يصير الانتخابات ولازم تحترم كل المهل دستورية، كانت ولاية مجلس النواب، ولاية رئيس الجمهورية، كلهم سوا لازم يحترموا ويصير كل شيء بوقته. بس اليوم بظل الوضع الاقليمي والوضع المحلي والامن وعدم القدره على اجراء الانتخابات، قررنا يعني مرغمين انه نقبل بالتمديد لمجلس نواب هال 17. مين السبب المباشر للتمديد؟ الظروف او تيار المستقبل؟ السبب المباشر للتمديد انا برايي، يعني براينا نحن كحزب تقدم اشتراكي، عدم القدرة على إدارة الانتخابات بهالمرحلة، عدم قدرة الحكومة على إدارة الانتخابات. عجز الدولة؟ يعني بمحل معين الدولة ما قادرت تأمن الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات بظل الوضع الإقليمي والوضع السوري المصدرينه على لبنان. وبعد ما نضج لتسوية إقليمية أو تسوية محلية بمحل معين لنقدر نروح نعمل انتخابات يعني هذا الشيء بالفترات الماضية كلها سوا كان قبل كل الانتخابات يصير في تسوية معينة هي اللي تؤدي لانتخابات. المواقف واضحة، يعني إذا بدنا نشوفهم. تفضل. بجملة بس هو لا إنه أنت خليني لخص اللي سمعته وعلق عليه. أنت عم بتقول الحق على تيار المستقبل، تيار المستقبل عم بيقول لا هو هيك قال، هو قال ما في يعمل انتخابات من دون مكون أساسي. اليوم سألتني حضرتك إنه أنتوا ليش رحتوا على التمديد؟ قلت لأنه تيار المستقبل راح. بالضبط، أنا عم وصف الواقع وشو الأسباب الموجبة لهذا الموضوع. معنا لسه نحن إنه وزير الداخلية قال إنه ما في إمكانية لإجراء الانتخابات بسبب الوضع الأمني. وزارة الداخلية هي المعنية بإجراء الانتخابات تنفيذيا على الأرض. اليوم نحن قدام كل هذه المعطيات، أنا عم أقول بس موقفنا محكوم. نحن اعتبرناكم جبهة واحدة وفي مجلس وزراء، اعتبرناكم جبهة واحدة. اللي عم يطالبوا بأنه ما بدهم تمديد وينهم من مجلس وزراء؟ هن قاعدين مجلس وزراء وما سمعنا أي نقاش حول الآليات والتحضير للانتخابات. أنا ما عم أقول ما نحمله لوزير الداخلية أو نحمله لا مش عم نحمله. يعني نحن عم نحكي إنه في واقع بدنا نواجهه، عم نحكي عم نوصل الواقع. بس أنا معك في واقع بدنا نواجهه، ما قلت لا مع ولا ضد، بدنا يكون عندنا الجرأة نواجهه. نحن بتيار المستقبل مواقف الرئيس سعد الحريري بموضوع اصعب من موضوع التمديد بالنسبه لنا، هو مواجهه التطرف. نحن اخذنا مواقف واضحه بتكلفنا على الارض، بتكلفنا جمهور، بتكلفنا شعبيه، ولكن اليوم امام مفاصل اساسيه البلد ممكن يروح فيها على تداعيات اخطر من اللي احنا فيه. بعتقد واضحه بس نتحمل مسؤوليتنا ونواجه الناس ونقول لهم الحقيقه، ما فينا نتخبى وراء اصبعنا. شكرا لك، شكرا لك وسام، شكرا لك. خلينا نسمع انتم يعني شو موقفكم من الاراء الثلاثه ومن الموضوع بشكل عام. طيب زغين، يعني اذا بدنا نلخص شوي ثلاث امور اساسيه انطرحت هلا: مساله ميثاقيه الجلسه، مساله الامن، ومساله رئاسه الجمهوريه. طب تعطينا وقت لنفندهم بفنيده. اول شيء بدي بلش انه اقول التمديد هو الفراغ، يعني ما بدنا نستخف بعقول اللبنانيين نجي نعمل في الزاعه انه التمديد هو الفراغ، مش انه عدم التمديد بودينا للفراغ. ليش؟ المجلس النيابي هي سلطه بتمثل الشعب وسلطه منبثقه من الشعب، فبس امدد هيدا المجلس النيابي مبطل مجلس نيابي. بركي الحكيم بصراحه السعوديه شاف انه بعينه القائمين هناك فكر انه مجلس النيابه فيه يكون معين ام ممدد. يعني بفكره التمديد سقطت
هالمؤسسة الشرعية اللي هي المؤسسة الوحيدة الشرعية بالبلد، واللي هي يعني دستورنا واضح بالمادة 24 بمقدمة الدستور، مش عم فوت فيهم، انه هي السلطة الشعبية الواضحة. هو السؤال، هل تتفهم الظروف اللي أدت إلى التمديد؟ وصل لك، بس خلينا نفندهم شوي شوي، بس لأنه ما في بالدستور لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العشر المشترك، بس هذه كمان بالدستور. بس لكملك بس دقيقة. نعم. يعني بالمبدأ هيدي السلطة لازم تكون شرعية ومنبثقة من الشعب، بس تصير هيدي السلطة غير منبثقة ومش بتمثل الشعب، يعني هون الفراغ. يعني إذا بمدد لسلطة غير شرعية هيدا هو الفراغ. والجزء الثاني والأساسي، المادة 24 بتقول لك تتألف المجلس نواب منتخبين صار لهم سنة وسبعة أشهر غير منتخبين، وبدهم يزيدوا سنتين وسبعة أشهر غير منتخبين، يعني هيدي السلطة هي ساقطة صارت. ما فيك تجي تعين نواب، ما فيك تستسخف اللبنانيين تعين نواب كل هالفترة وتسميه مجلس نيابة، هو السلطة الشعبية. هي أول شغلة زفان. تاني شغلة، المادة 74 واضحة بالدستور اللبناني، اللي هي بتقول لك في حال صار في فراغ برئاسة الجمهورية وبالمجلس النيابي يصار إلى انتخاب مجلس نيابي أولا ومن ثم رئاسة. يعني المجلس الدستور عطاك حالة فيها فراغ بالمجلس النيابي وفيها فراغ بالسدة الرئاسي، يعني كلمة انه رح نوقع اذا ما صار في تمديد بفراغ هو خطأ، لانه الدستور عطيك حالات وين في محلات وين في رئاسة الجمهورية ومجلس النيابي غير مشغولين. وشغلة إضافية، يعني بس مجلس النواب على القلم والورقة ونظريا صحيح، لا لا مش نظريا، عم نحكي ما برأيي ديمقراطية ممارسة يا أستاذ. لا لو في حدا راح على السعودية بس في غيره حدا بيروح على محل ثاني. خليني اليوم الديمقراطية هي دستور، أنتم بتنادوا بالدستور وأنتم على أساس يعني ضد حزب الله لأنه مناقض للجمهورية وللدستور. عم نيجي نقول الدستور عم بيقول لك، مش رأيي هيدا، مش عم نحكي آراء، بس الدستور بيقول لك، الدستور بيقول لك مالنا سابق التمديد لمجلس النواب. لا هون رح نرجع نفوت على سابقة، لا هون رح نرجع نشوف ثلاث اطراف او بتشوفهم جبهه واحده لا طرف واحد. في لا بس بدي افهم كيف تنظر لهم. لا في طرف يعني راس حربي للتمديد، وفي اطراف انا يعني ما في يكون مع التمديد وصوت مع، تكون ضد التمديد وصوت مع التمديد. يا رح تصوت مع التمديد يا رح تصوت ضد التمديد. يعني حتى اليوم الحكيم ما في يجي يقول لي انا والله مبدئيا ضد التمديد بس اصوت معه. نحن بنحيي، مش هيك ما شفت حدا، يعني مش هيك ما شفت حدا من هيك. نحن بنحيي اليوم تيار وطني الحر انه بعده على موقفه ضد التمديد ورح يصوت ضد التمديد، وبندعيه انه يطعن كمان بالتمديد مره ثانيه. بنحيي موقفه على انتخاب رئيس جمهوريه وتعطيل انتخابات رئيس جمهوريه. وانتوا رح تقاطعوا انتخابات بدك تكون موضوعي، انت مجتمع مدني صحيح. ليه مقاطعه انتخابات نيابيه مش نفس الشيء؟ مقاطعه انتخابات انتخابات نيابية هي مش وانتوا عم تقاطعوا انتخابات نيابية، ليه ما تكون موضوعي وتطلع للصورة من كل جوانبها؟ لو سمحت، ليه عم تشن حملة على الحكيم؟ لا اول شيء هلا انت عم تحط حالك بموقع انك تيار وطني حر مش مجتمع مدني. لا عم بيجي واضح بسياق، معلش قلنا قد ايه في تعطيل لمجلس رئيس الجمهورية. نحن مع انتخابات رئيس الجمهورية اليوم قبل بكره، هذا بالحكي. احمد شو كان عندك؟ انا كان عندي بهالوصل في تعطيل في بس كلنا ما بننتبه للفراغ الاكبر بالبلد اللي هو ما في رئيس جمهوريه اليوم. عم بقول لك في ماده بالدستور اللبناني، في ماده بالدستور اللبناني اللي هو بيشغل العمليه الديمقراطيه بالبلد. الدستور ما فيكم تحطوه على جنب ساعه اللي بدكم. الدستور بيقول لك بمادته ال 74 واضحه جدا، اذا انتم كطبقه سياسيه ما قدرتوا تنتخبوا رئيس جمهوريه بترجعوا للشعب لانتخابات مجلس نيابي. يعني في انتخابات يا صديقي، ما في مجلس نواب هلا وما قدر ينتخب. اذا رجعنا انتخبنا مجلس نواب حنرجع نقدر نعيد تشكيل يا السلطه؟ يا استاذ ما بتلغي، في سؤال بده يجاوب عليه. السلطه الشعبيه الوحيده بالبلد اللي هي نحن نظام برلماني ديمقراطي. وهلا رح اجي على سؤالك على مساله الميثاقيه. لبنان دوله طائفيه نعم، بس هي ديمقراطيه طائفيه. الميثاقيه يجب ان توضع بميزان الديمقراطيه. ما في اجي انا احط الديمقراطيه وانسف الديمقراطيه لمعالجه الميثاقيه اللي بنص عليها الدستور. الديمقراطيه بس الديمقراطيه مش بس انتخابات، ديمقراطية مش بس صندوق اساسا الرجوع الى الشعب. بس انت سلطتك ترجع من الشعب، سلطه النواب تيار المستقبل. خلينا نسمع محمد، لانه يرجعوا من الشارع ويجب طبعا العوده الى المواطنين للتصويت. ما فيك تعين حالك وصية على الشعب اللبناني. كل الطبقه السياسيه اللي حتمدد عم تعين حالها موصية على الشعب اللبناني بوقت
بس الشعب اللبناني يبدو موافق. الشعب اللبناني وكل الاحزاب السياسيه، نحن منتخبين من كل الاحزاب السياسيه منتخبين. خلينا نرجع ينتخبوه، نحن ما خايفين من الانتخابات، خلينا نرجع ينتخبوه يا اخي، خلينا نرجع ينتخبوه. بس الوضع الامني وال وين الوضع الامني؟ خلينا نحكي بالوضع الامني. امبارح كنا بطرابلس ومشينا بطرابلس وبالبقاع، فينا نروح على اول شيء الوضع الامني. زبان زبان لازم اليوم قاعدين ثلاث ساعات بالسياره، الوضع الامني كرمال ذكرى عاشور في اجراءات امنيه. صديقي وافق تروح على السياره الوضع الامني خلينا نسمع سامر انت شو يعني، كيف مقاربتك للموضوع؟ والسؤال هو هل تتفهم ظروف التمديد؟ يعني هو السؤال ما في لازم نحكي عن هل انت مع التمديد او ضد التمديد؟ هلا صار وقع انا معك على نفس الجبهه تقريبا، لانه التحيه اللي وجهتها للتيار الوطني الحر انا بعتقد هيدي سابق الاوان، والكتائب اللبنانيه اذا صوتوا ضد او اذا امتنعوا حتى عن التصويت على التمديد، هذا شيء موقف من حيون عليه. بس التيار الوطني الحر بعده ناطر لاخر لحظه. لا اعلن اليوم، الكتائب بس عزيزي التيار الوطني الحر قال بكره بنقرر، هذا اخر خبر. فإذا التحية بالنسبة لإلهم بعد سابقة لأوانا. على كل الأحوال بالنسبة للمسائية، أنا بعتقد اللي قاله مروان مزبوط بهذا الاتجاه. يعني افترض أنه هذه السنة في عنا دورة انتخابية، والله المستقبل أو السنة بلبنان مش مرتاحين، بدون ما نفوت مبررات، لأنه ما بعرف شو المبررات المثائية على مستوى الطائفة السنية اللي بتمنع تصير الانتخابات. المقاعد محجوزة مثل ما هي، القوة بتنزل على الشارع، بتحرك مكاناتها، بتعمل انتخابات وبيطلع اللي بده يطلع. فعلى هذا المستوى، على مستوى حفظ حقوق الطائفة السنية، ما في شيء بيهدد إذا عملنا انتخابات. اسمح لي يا عزيزي، إذا هذه السنة مش ظابطة وأجلنا، مدينا مدة مجلس النواب، ولاية مجلس النواب سنة أو سنتين، والله وثائبت الظروف الإقليمية، لأنه كمان أنتوا لفتوا والشاب أحمد يعني حكي عن موضوع الظرف الإقليمي، تغيرت الظروف، وصلنا لمطرح ميثاقيا حسب الكلام عم تحكوا فيه الشيعة مش مرتاحين بالانتخابات، كمان بنرجع نمدد. فإذا موضوع الميثاقية بده يتاخد أكيد مثل ما قال مروان على ضوء موضوع الديمقراطي، النظام الديمقراطي، تداول السلطة، دورية الانتخابات. هذا بالنسبة لنا مطلب أساسي. بس اليوم مين مش مرتاح لاجراء الانتخابات؟ هلا مثلا اللي قال انه بسحب ترشحي، وكانه هيدا موضوع الترشح كمان تفضلت فيه. انتم عارفين انه رايحين ما بدكم انتخابات ومقتنعين وعندكم مبرراتكم يلي نحن ما نتفق معكم عليها، بس انه عم نروح نترشح، وكانه الترشح فرض واجب. تيار المستقبل رشح وعم بيقول اذا كل العالم بتحب الانتخابات عال، بس انتم عم تقولوا هلا عم تقولوا اسمح لي، عم تقولوا انه اذا صار انتخابات نحن بنسحب ترشيحنا. يعني هيدي المفارقه الغريبه حقيقه، بانه الواحد يروح انتخابات للشعب، انه الواحد يروح لا يترشح ويجي يقول اذا عملت انتخابات انا بسحب ترشيحي. هو لا شك في شيء مثل مسرحيه. هلا اللي بدي انا مسرحيه اللي اكد عليه طبعا في مسرحيه، بس اللي بدي اكد عليه اذا سمحتوا لي، اذا سمحتوا لي اجراء انتخابات رح تجاوبوا لي، رح يجيكم ضد التمديد. احنا في مبادره لرئيس الوزراء، هذا السؤال اسمح لي، لانه اسمح في مبادره بس لهون. بدي اسالكم، انت صوتك عالي، بدي اسالكم إذا الحريري كانت واضحة ومسألة قبل ما نفوت بنشوش على بعض هلا اللي قال فيها. خلينا ما بنروح عن يعني يا شباب، اسمح لي بس، نحن في عندنا مشكلة، حكيتوا عن التمديد الأول، وصلنا للتمديد، عملنا التمديد الأول، وكان كمان الظروف الأمنية بوقتها ما كان في لا داعش ولا كان في اللي كان عم بيصير على الحدود مع سوريا بين عرسال والألمون والمخطوفين، ما كانت كل هذه الظروف. وبوقتها المشكلة نحن عنا بإدارة الأزمات بهالبلد وبهذه السلطة بالذات، إنه الاستسهال، منروح على الخيار السهل بس يلي ما بنم عن المسؤولية، لأنه إدارة أزمة هو بالموضوع، إدارة الأزمة ما بروح على الخيارات السهلة، إدارة أزمة وإدارة أزمة ناجحة، والدليل إنه عم بيوصل طيب النظام زين، إدارة الأزمة الناجحة اللي عم بيقوموا فيها أنا عم بغير النظام. هو أنت عم بتقول نحن عم نتصرف أو عم نحكي، بس خلينا نسمع محمد لأنه هو عم يطلب الإذن، أنت ما عم تطلب كلمتين وحاعطي خلينا نسمع محمد، نرجع لك حكم النظره بنوصل لنتيجه بالنهايه. الاخوان عم يتفضلوا عم يحكوا عن موضوع الميثاقيه، اللي تفضلوا فيه مزبوط، الاستحقاقات الانتخابيه والدستوريه لازم تتم بموعدها، وهذا امر ما فينا نطلع منه، الدستور واضح بهذه المساله. نحن عم نحكي، وانا ما دفعت حتى يعني هون موجودين تيار المستقبل، انا ما قلت انه انا مع او ضد، او انا ببصم على موضوع انه هل يمكن اجراء هذه الانتخابات امنيا او لا يمكن. انا عم اقول انه نحن بظل هذا الواقع وصلنا لمطرح او امام الفراغ او امام التمديد، فسرنا لك موافقتنا. بس اسمح لي لحظه،
بموافقتنا على موضوع التمديد كمان كانت مشروطة بشغلتين. الأمر الأول الإسراع بانتخاب رئيس الجمهورية، والأمر الثاني هو إحياء لجنة مناقشة قانون الانتخاب حتى نوصل لأنه انتخاب وما نوصل لمطرح أنه تكمل ولاية مجلس النواب لسنتين وسبعة أشهر، ممكن تجري الانتخابات دغري مباشرة بعد التمديد. نحن بدنا نتجنب مسألة الفراغ لأنه موضوع الفراغ هو أمر خطير جدا على البلد. هو نحن عندنا نقاش على الفراغ، على تداعيات الفراغ، تداعيات الفراغ ممكن تكون بس أي شيء يتصوره الإنسان. يعني نحن اليوم بمنطقة مش مرتاح، لا هو فراغ، اليوم في فراغ برئاسة الجمهورية وبصير مجلس النواب هو يعني وفي فراغ بمجلس النواب اذا ما صارت انتخابات فبالاخر نحن في اجتهادات في مجلس النواب في ماده بالدستور بيقول لك في حال كان في حل مجلس نيابه. يا اخي ما بتنحق من حل مجلس نيابه؟ عم بيقول لك في حال مين بيعمل حكومه؟ مين بيعمل بس لكمل لك لكملك اخي اسمع مين بيعمل الانتخابات؟ في عندك دستور بيقول انه في مجال ينحل مجلس نيابه ايه والحكومه بتروح لا بلا شو اذا فل بصير تصريف اعمال بصير تصريف اعمال. عشنا حكومه 11 شهر تصريف اعمال ومشيت اجواء اللبنانيه وكنتوا راضيين فيها بدون رئيس في لحظه في عندك ماده بتقول لك في حال كان في شهورين يعني الدستور اجى قال لك انه اذا صار في فراغ رئيس جمهوريه وفراغ مجلس نيابه مش هيدا يعني فراغ بيقول لك في فراغين تعمل الحكومه اذا كان تصريف اعمال ام حكومه موجوده تعمل انتخابات نيابيه بالاول وبعدين رئاسيه. فخلينا نجي في تيجي تقول لي انا رايي هيك قل لي اوكي انت رايك هيك لا. بس الدستور رايه مختلف. هل يمكن اجراء الانتخابات اليوم؟ لا يعني هل اليوم بدنا نحكي فيها بدنا نحكي رايي مختلف بس صديق فهمني في دستور مختلف. لا في دستور في دستور بيقول انتخابات رئاسه جمهوريه المجلس لا يجتمع ولا بيناقش ولا بيطرح اي شيء عم بيجي عم بيقول لك واذا ما قدرت واذا ما قدرت تنتخب رئيس جمهوريه واذا ما قدرت واذا ما قدرت تنتخب رئيس جمهوريه واذا ما قدرت تنتخب رئيس جمهوريه واجى وقت هالمجلس النيابي رح يعتبر منحل لانه هلا اذا ما صار في انتخابات اذا هيدي واضحه بالدستور ليه ما بتمشي واضحه بالدستور ففي خرق للدستور. انتم اليوم كجهات من 8 و14 اللي عم بتمددوا في اتفاق لخرق الدستور. شغلة تانية بس هو مش الأمن. بس لحظة بس نوضح بس هي ولا مرة كانت مشكلة خرق الدستور لا بس هن عم بيقولوا انه هن عم يشغلوا ضمن الدستور هل مشكلة هل مشكلة عنا اياها بهذا البلد هذا المشكلة اللي عنا اياها عم بيقول لك في أولوية لرئيس الجمهورية في الدستور بيقول لك في البتراء انا برجع للدستور انا برجع للدستور رجال الدين بيشتغلوا بالدين رجال الدين بيشتغلوا بالدين بس هيدا موقف بس هيدا ما بيعني هودي دواعش بس بس انت عم تصور موضوع انت عم تصور موضوع انه نحن قبل هيدا الحقيقه نحن ما بدنا قال هذا الكلام عم تصور موضوع يعني اذا نحن بس على قصه الانتخابات الرئاسيه لانه لازم نوضحها كمان نحن بدنا يصير انتخابات رئاسيه بوقتها اوكي بدنا تصير بوقت الانتخابات الرئاسيه وهذا انتوا فشلتوا اسمح لي شوي يا مروان هيدا الاستحقاق لا انت مين يا خي اسمح لي يا عزيزي الاحزاب السياسيه موجوده بس انت عم تدافع هلا انا في بدك تدافع عن رئاسه الجمهوريه بنفس ممكن ممكن بنفس القوه ماني بقلب المجلس ممكن ممكن فوت ماني بقلب المجلس انت مش بقلب المجلس عم تدافع هلا يا شباب عن موضوع انا في صمت بس انا بنتخب بالنيابه خلوني بس وصل الفكره ما انت كمان انتخبت اللي انتخبوا قبل اعطيتوا انا بس انا بس لاقول ليه ما بتحكي علي اللي ما انتخب رئاسه الجمهوريه بس نحكي على العين وحده بس لاقول بعد عندي خمس دقائق اوكي خليني بس خمس دقايق بالنسبه يعني انا ما راح اسال ولا بس فان انت عملت فينا مقلب اعملوا على اساس مجتمع مدني طلع مش مجتمع مدني مجتمع مدني بيدافع مش كل مش لإلك انا موجود على هذه الطاوله وهو اللي عم يحكي خلوني انا افسر خلوني افسر لا خلوني افسر عم بدافع عن يا عزيزي لا يا عزيزي عدم التمديد بس عم بدافع عنه موضوع رئاسه الجمهوريه مرقونا فيني جاوب عليك خليني جاوب عليك بموضوع الرئاسه يعني احنا بدنا انه يصير اذا بتريد وكتاب اللبناني مروان اسمح لك خلينا نوضح الفكره انتخابات رئاسه الجمهوريه بدنا اياها تصير يا عزيزي خلينا مبينين على فرد صف لانه عم بلشوا يقولوا انه احنا مخردقين لا مش مزبوط نحن بدنا انتخابات رئاسه لا مش مخردقين نحن بذات الموضوع انتخابات الرئاسه نحن بدنا اياها كانت تصير قبل 25 ايام وقت ما كان لازم تصير وزعنا هذا الشيء يا اخي اسمح لي شوي مين عطل بس يا مش مش مهم مش بدك تقول اسمح لي شوي لا نحن قلنا ابدا قلنا مين اللي عطل ونحن حملنا مسؤوليه كل النواب يلي ما نزلوا على جلسات انتخاب الرئيس هدول يتحملوا المسؤوليه هن وكتلهم واحزابهم السياسيه بطبيعه الحال اللي عم نقوله انه هذا الشيء اذا ما صار ما بيعني انه الانتخابات النيابيه ما لازم تصير لانه حكومه تصريف اعمال فيها تسير الامور اول شيء بتكون بعدها حكومه اصيله بتعمل انتخابات نيابيه بتنحل الحكومه المجلس الجديد صحيح المجلس الجديد صحيح. بيقدر اذا ما هي المشكله وين خليني كفي لك اذا بتريد المشكله انه هذا المجلس
ما عم ينتخب رئيس، فنحن متخوفين انه المجلس الجديد ما حينتخب رئيس على العظيم، لكن نحن بنضلنا يعني بفرد مجلس يا عزيزي، نحن بنصير بنضلنا بفرد مجلس. ليش؟ لانه هذا المجلس، لا هذا اللي بدك تروح عليه هلا، هيدا هيدا انا بالنسبه لي المجلس التاسيسي ولا مجلس التاسيسي مستقبل ولا مشاركه مجلس التاسيسي. المجلس التاسيسي بالنسبه لي طموحي، بالنسبه لي طموحي، رح اقول لك ليش طموحي، لانه انا عم فتش على بلد العقد الاجتماعي اللي هذا النظام قايم عليه نعيد النظر فيه، لانه عقد الاجتماعي يعني انت عم تستشهد بهذا، بعد عم تستشهد بهذا احنا عم نفتش عن دوله المواطن ابدا، مش مختلف. بس انا هذا ما عم روح عليه هلا، مناز خلينا نفتش، بعد عندي ما في مسؤوليه كمان، بدك تكون عندك نفس الحماس، في مسؤوليه عن جهه، في ديمقراطيه، وجود سلاح، مو زول تأجيل الانتخابات وتأيد لك أو لا تتفهموا، أنتوا ما عم تتفهموا، يعني عم بيقول لك أمن ما عم تتفهم، عم بيقول لك دستور مسؤول على الأمن، إذا ما عم تقدر، إذا مش عم تقدر، إذا مش عم تقدر تعطي الأمن للمواطن، خلي وزير الداخلية يستقيل. حكى كلام واضح وزير الداخلية بهذا الموضوع، وزير الداخلية من شغلته حفظ الأمن، حتى ما في يكون وزير داخلية، ما في يكون وزير داخلية، ما في يكون وزير داخلية، وأنت سمعت الكلام تبعك، وعضو بتكتل هو ما في اوضح من هيك. وزير داخلية وضع استثنائي، بده انتخابات استثنائيه وبده اجراءات استثنائيه. طيب لحظه وضع لحظه نروح على انتخابات على اكثر من جوله. سامر السؤال عندنا عدد، عدد من الدرك كافي. السؤال هو وضع استثنائي، وضع استثنائي لحظه، هل وضع استثنائي بده انتخابات استثنائيه او بده تاجيل الانتخابات؟ هيدا هو السؤال. منا قوه قاهره، العالم قوة قاهرة أو مش قوة قاهرة؟ العالم عم تروح على الشغل أو عم تروح، اسمح لي التلميذ عم يروح على مدرسة، خلينا نسمع أحمد ما حكي ومحمد ما حكي. البلد لبنان بمعزل عم يصير بالمنطقة، نحن أوكي غير موضوع، إذا بدنا نروح على طرابلس، التلميذ مش عم يروح على طرابلس، عندنا دولة، التلميذ عم يروح على مرحلة وسام، بس أعطينا وسام أحمد تفضل، خلينا نسمع أحمد بس لو سمحت. المنطقة مستقبلها منه واضح، نحن ليش بدنا تاخذ وقت اليوم؟ التحييد بيكون نعمل انتخابات، هو هيك بس لحظة، انتوا عم تصوروا اليوم عم تصوروا الموضوع اليوم انه نحن كاحزاب سياسيه ما بدنا انتخابات، عم بتصوت مع التمديد لحظه، وما بدنا ديمقراطيه وما بدنا شيء بالبلد، مش محبه هو الموضوع مش هيك، نحن بدنا انتخابات نيابيه وبدنا تحترم كل المهل الدستوريه وبدنا كل شيء يصير بوقته، ونحن كنا عم نحضر كل جلسات مجلس النواب، ونحن بدنا ننتخب رئيس جمهوريه، ونحن كمان كنا عم نشتغل على قانون انتخابات، وعم تصوروا انتوا الموضوع انه نحن جايين من جزيره ثانيه او من كوكب اخر عم نحكم لبنان، وانتوا اليوم بتمثلوا الشعب اللبناني وبتمثلوا المجتمع اللبناني. لما تيجي تقول لي مش انت مش انت عم تعطي امن، وكأن الامن انت عارف ان وزير الداخليه حاطه بجيبته بحطه على الطاوله سنه تانيه، نحن ما بنمثل الشعب اللبناني، نحن ما بنمثل الدوله بالعالم، وزير الداخليه والحكومه تؤمن مواطنيها، اذا الحكومه عم تيجي بتقول لي ما في امن مواطنيني واعمل انتخابات، كيف بدي ابعد ابني على المدرسه؟ شو هي الاسباب اللي عم تخلي البلد لحظه بس لنوضح، في توتر امني وفي عدم تفريط، عم بوتر الامن انه في افرقاء، في افرقاء مسلحه، في افرقاء في افريقاء مسلحه، إيه؟ من مجتمع مدني مفروض الامور غير غير مستقله تماما عن الاحزاب السياسيه، ولا لا كل طبعا بس بيعمل انتخابات اصلا، اذا بدك الانتخابات معلبه والانتخابات 2005 بعد ما نزلنا على الشارع، ب 2005 بمحل في انتخابات ديمقراطيه ومساحه للحريه، في محل بعد ما طلعنا سوريا قلنا انتخابات. شباب شباب لحظه، يا شباب بس تحكوا لحظه، قوانين لحظة يا شباب، قوانين المناظرة أول ما يفوت يا مروان، الجيش اللبناني أول ما يبلش بس يعطوه غطاس، بس يعطوه غطاس موجود، انت عم تزعل، انت عم تزعل موجود ولا اقصى الحدود، رح رح تفضل عم بس مع اللي اجت على 2005 و2009 بدنا الاتفاق البديل 2005 عمل الانتخابات حلف الرباعي و2009 عملوا اتفاق نعمل امن، فاليوم هيدي النظريه او التسويه هيدي اللي عم تنقص بعد، عشان في قادرين نعمل امن وقادرين نعمل امن وقادرين نعمل انتخابات. طيب لا لحظه، انا ما بدي هيك، انا انتم ضد انه هن يحكوا ضد التمرين؟ بالعكس هيدا رايهم، هيدا رايهم، نحن بنحكي انتم كاحزاب
انتوا بس خليني افهم كل واحد كيف بينزل للاخر. انتوا كاحزاب ثلاثه عندكم اختلافات بين بعض وعندكم خلافاتكم الكبيره وانتوا بالنتيجه قاسمين البلد. بس اليوم انتوا متفقين على هيدي النقطه انه في ظرف استثنائي، هيدا الظرف الاستثنائي ارتقيتوا افضل شيء مواجهته بانه ناجل هيدا الموضوع لانه لاسباب امنيه، لاسباب مليون سبب، فيكم تعطونا مليون سبب. هل انتوا ضد انه المجتمع المدني يعارضكم؟ انا مواطن طبعا، لا اعتبرني مواطن. هيدا رايه في يقولوا انا كشاب لبناني بسمح نطمح لمجتمع مدني يكون مثل، لا بطمح انه يصير في انتخابات ومارس حقي بانه انتخب ممثلين الدستور. نعم. وتداول السلطة و... ما بتكب كل القيم اللي كل القيم اللي سبعة أشهر بس ما فيني عيش بجزيرة. نعم. ما فيني عيش بجزيرة. محمد أنت وين من هذا النقاش؟ بدي يكون موضوعي، بدي يكون واقعي. ابن البلد بس يروح مروان وضعه صعب. منه وضع يعزز الاستقرار. نحن من وجهة نظرنا انتخاب رئيس جمهورية بعزز الاستقرار. لكن عظيم الاستثمار مالوش وجه. وإذا من عمل الخروج من سوريا بيعزز الاستقرار. طب هو البلد مشارك بس هو البلد مش قادر يعمل انتخابات بشكل عام على الدرس بالتنظيم. بس انت مطالب، بس البلد انت مطالب كمجتمع مدني كمان تقول انه نحن مع الاسف خلص وقتنا، رح نتوقف مع استراحه اعلانيه ونودع ضيوفنا خلال الاعلان. السلطه هي سيدي فيها. بعد الفاصل، كريستين تعرف والدها ولكن لا ترى اسمه على إخراج قيدها. هل ينجح زافان في إقناع الوالد بالاعتراف بابنته مباشرة على الهواء؟ بلا طول سيري مستمر معكم بعد الإعلان على الرقم 01-48-48-80. فاز زافان بدرع التميز الذهبي 2014 الذي تمنحه المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية سنويا للشخصيات والمؤسسات الأكثر مسؤولية في التعاطي مع قضايا الإنسان والمجتمع، وذلك في حفل حاشد أقيم الأسبوع الماضي في فندق هيلتون برعاية وزير الإعلام رمزي جريج وحضور حشد سياسي ودبلوماسي وإعلامي. الدرع الذهبي بمجال المسؤولية الاجتماعية يقدم الآن لتلفزيون المستقبل وخدم حتى الشعب برنامج بلا طول سيري الزميل زفاف كولوشيان. رئيس المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية بيير مكرزل أكد أن الهدف من الجائزة تشجيع التعاطي المسؤول مع القضايا المجتمعية، إشارة إلى أن هذه المرة الثانية التي يفوز فيها زافان بهذه الجائزة العربية الرفيعة والتي تميز فيها هذا العام حضور إعلامي لبناني لافت. مساء الخير. بشكر بداية القيمين على المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية وبحيي كل الزملاء والمؤسسات اللبنانية والعربية اللي تكرموا باحتفالية المنظمة الأسبوع الماضي ببيروت. بيير مكرزل شكرا لك. من تأجيل الانتخابات النيابية بساحة النجمة إلى تسجيل عكار الرقم القياسي لأطول سندويشة فلافل بالعالم، الليلة عناويننا متنوعة وجامعة البلد بحلوه ومره وكمان بكهربته المعلقة على مصالح أصحاب الموتورات الخاصة. الليلة في بلا طول سيري، مافيا الموتورات، فوضى ونافذون وأرباح طائلة وبلديات في دائرة الاتهام. كهرباء ما عندناش، مويه ما عندناش،
معه. من يحمي المواطن من مافيا موتورات الكهرباء؟ هل الدولة شريكة في سرقة اللبنانيين؟ ولماذا بتدق الساعة كل ساعة؟ بعد فوز لبنان في بطولة النوادي العربية للسيدات في كرة السلة، سيدات النادي الرياضي يحتفلن مع زافان ويعدن بإعادة أسطورة الباسكتبول في لبنان. بات خارج الزواج، معاناة مستمرة. إذا ما نمت معه يزعل مني كمان. كريستين تعرف والدها ولكن لا ترى اسمه على إخراج قيدها. هل ينجح زافان في إقناع الوالد بالاعتراف بابنته مباشرة على الهواء؟ ما بده يعترف فيه قدام العالم، عامل غلطة بدل خبيها. غدا تأجيل الانتخابات النيابية وبالأمس تأجيل الانتخابات الطالبية، هل هو فشل وطني أم عجز مجتمعي في الدفاع عن أعرق ديمقراطيات العرب؟ نحن أكيد متأسفين جدا أنه ما انلغت الانتخابات. من تأجيل الانتخابات إلى تحطيم الأرقام القياسية، هل في لبنان كله فلافل؟ كل هذه المواضيع وأكثر الليلة على طاولة زافان مباشرة على الهواء. للمشاركة في البرنامج 01-48-48-80 zavanonline.com وجميع شبكات التواصل الاجتماعي. سؤال استفتاء الأسبوع منأخده مباشرة من غرفة العمليات. كارول مساء الخير. عبر موقع zavanonline.com رح نجرب نعرف ما إذا كانوا اللبنانيين بيتفهموا ظروف التمديد للمجلس النيابي، والأجوبة هي نعم لا وما بهمهم الموضوع، وبيقدروا يناقشوا هذا الموضوع عبر الفيسبوك وتويتر. وأكيد شكرا لك كارول. وقفة سريعة مع الإعلان ومن بعده مناظرة شبابية حول موضوع الانتخابات النيابية بين قيادات شبابية من جمعيات المجتمع المدني المناهضة لتأجيل الانتخابات وبين قيادات شبابية حزبية من تيار المستقبل وحركة أمل والحزب التقدم الاشتراكي. فاصل ومنرجع. بلا طول سيري مستمر معكم بعد الإعلان على الرقم 01-48-48-80.